ريف وليد. علاش؟ مرحبا شكرا. طيب يعني السلام. أستاذ كنتفاجئوا بالدخول ديالنا، جينا ندخلوا الكاميوات ديالنا، كنتفاجئوا بالإدارة منعات علينا الدخول، منعات علينا الدخول بصفة رسمية. جا رئيس الجمعية ديالنا باش يتخذ واحد القرار من جهة الإدارة. إدارة المدير ديال السوق رفض، ما بغاش يلتجئ واحد الحوار. وهذا القرار فيه ان لا كان عندنا الحوت جاي من العيون ولا جاي من طنطان، جاي من المدن الاخرين بصفه عامه، حيت هذا السوق بالجمله الا كان جاي عندنا الحوت في جميع انواع ديال الاسماك، يعني خاصو يدوز هنا في العشر الطاكسه لكان الصول الطاكسة الصول، ولا كانت الميرنا الطاكسة الميرنا، ولا كان شرن الطاكسة شرن. هذا هو القرار اللي بغات تاخذ الإدارة. حنا كمهنيين ما بغيناش هذا القرار، غير ممكن. علاش؟ علاش ما يسلكناش؟ الإكراهات اللي فيه كيطلب وقت بزاف، أنه كيطلب واحد الوقت مهم. إلا بغى هاد الموظف اللي خدام مع الأوفيس خاصو واحد المدة ديال الوقت. هو كيجي كيطلع غير كيفتح الباب كيطلع الحوت، كيقول لك اشنو عندك من حوت، واش عندك الصول، واش عندك الميرنا، واش عندك. ولكن راه كيراقب حتى هو، عنده كيراقب البون صورتي، كيراقب البون صورتي باش جايه الحوت. مثلا دابا فاش غتبيعو نتوما الى طبق هذا القرار؟ هذا القرار لا طبقه الساد غادي نضيعو. علاش كيعاقب عليه القانون؟ كيصيفط الانسان الحبس كاع. عنده واحد الغرامه الماليه في طبقا لهذا الفصل قويه بزاف على هذا التاجر. وحنا كنشريو غير الحوت، كنشريو من لوفيس، كنشريو غير اسمعني، ما عندوش هو تكيف السلعه. فوالا متفق معك استاذ، ولكن هاد الناس اللي كتصيفط الحوت من العيون ولا من طنطان ولا اكادير، غير كتشري بالشيك على بياض زيرو درهم، غير كتشري بالشيك وكتصيفط هنا للدار البيضاء باش كتبيع عاد كترجع، والشيك يدخل لها على يومين. وهاد الناس راه حاليا الناس راه ضاعت بزاف، راه عرفات ابا غن. لما كنهضروش على زمن كورونا، كنهضروا على هاد الواقع اللي وقع اللي حاصل في المهنيين. فوالا هادشي اللي كاين. المتطلبات ديالنا كالمهنيين بصفة عامة، أن هاد السوق هو أول حاجة، هاد السوق صغير على التجار، ما كاينش تنظيم بزاف، ما كاينش واحد التنظيم. الإدارة ما دايراش اللي عليها. السلطات كتقوم بواحد الدور مهم. رئيس الجمعية كيعطي واحد الدور مهم للمهنيين والتجار. كاينين واحد كاين كنساندو من هذا المنبر، كنشكر رئيس الجمعية السي سعيد الجعدومي، وكنشكر الأخ ديالو رشيد الجعدومي، واقفين وقفة. إيوا أستاذ نكمل لك. كاينين شتى إكراهات، أن التاجر ما عند وخا كيخلص الطاكس ديالو ما كيلقاش فين يحط الحوت ديالو. أنا كيجي عندي الحوت والآخر كيجي عنده الحوت، ما كيع الحوت تساوي واحد الثمن باهظ، وانه كيحطو غير في الارض، فوق الارض ما عندوش. واخا كيخلص عليه الطاكس ديالو بالاثمنه، الماكسي اللي ما كيخلص الطاكس هنا كيخلص 500 درهم. المشاجه جديده. الله. ها؟
من الكورونا. ودحيت شنو كتحيد؟ ها؟